الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات علوم القرآن الكريم. ونتناول في هذه المحاضرة بعون الله تعالى وتوفيقه موضوع المجمل والمبين في القرآن الكريم. المجمل لغة المجموع، تقول أجملت الشيء أي جمعته، ويطلق أيضا بمعنى المبهم. المجمل معناه المبهم، يعني لم يتضح المراد منه، فهو مبهم خفي في دلالته. والمجمل أيضا هو المختلط، كما قال مؤلف الكتاب، من الجمل بمعنى الخلط، يعني اختلط المراد به مع غيره. أما في الاصطلاح فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته، المجمل ما لم تتضح دلالته، بل يحتاج ويفتقر إلى بيان. فالمجمل ما لم تتضح دلالته، أو ما يحتاج إلى بيان، إلى بيان المراد منه. مثال ذلك القرب في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء هنا؟ يحتمل أن يكون القرء هو الطهر، ويحتمل أن يكون القرء هو الحيض، وهذا خلاف بين الشافعية والأحناف. هل المطلقة تعتد ثلاث حيضات ولا تعتد ثلاثة أطهار؟ فالذي أوقع في هذا الإجمال وهذا الاحتمال أن لفظ القرء مشترك بين الطهر وبين الحيض، ولذلك لابد أن نعلم الأسباب التي تؤدي إلى الإجمال. وأول سبب يؤدي إلى الإجمال هو الاشتراك اللفظي، والمشترك اللفظي هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل العين، فالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على عين الذهب والفضة، فهي لها معاني متعددة ولفظها واحد، فهذا هو المشترك اللفظي. والاشتراك يكون في الاسم والفعل والحرف. مثال الاشتراك في الاسم ما مثلنا به من لفظ القرب، فالقرب اسم يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر. وأيضا ما مثل به صاحب الكتاب قال: فأصبحت كالصريم. فكلمة كالصريم يحتمل أن يكون معناه أصبحت كالنهار أو أصبحت كالليل، أصبحت كالنهار مضيئة لا شيء فيها، مبيضة لا شيء فيها، أو أصبحت كالليل مظلمة لا شيء فيها، فهذا اشتراك لفظي. وأيضا الاشتراك يكون في الفعل، قال تعالى: والليل إذا عسعس. فكلمة عسعس فعل معناها أقبل وأدبر، تطلق بمعنى أقبل وتطلق بمعنى أدبر. وأيضا الاشتراك في الحرف كواوي الاستئناف، كواوي التي تحتمل الاستئناف وتحتمل العطف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فالواو يحتمل أن تكون للعطف، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وإما أن تكون للاستئناف فتقف على قول وما يعلم تأويله إلا الله، وتبتدئ جملة جديدة فتقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وأيضا من المشترك اللفظي ما يعرف بالوجوه، ما يعرف بالوجوه، وهو لفظ واحد يأتي في القرآن بعدة معاني، كلفظ الأمة. فلفظ الأمة في القرآن يأتي بمعنى الرجل الصالح الذي يجمع خصال وخلال الخير، ومن هنا أطلق لفظ الأمة على الخليل عليه السلام، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. وأيضا ورد لفظ الأمة في القرآن الكريم بمعنى الدين،
إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين. وأيضا ورد بمعنى الوقت الحين من الزمن، وادكر بعد أمة يعني بعد حين من الوقت والزمن. وورد بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي وجد عليه جماعة من الناس يسقون. فهذا أول سبب من أسباب الإجمال، وهو الاشتراك اللفظي. أيضا من أسباب الإجمال هو تعدد مرجع أو تعدد مرجع الضمير، يعني يأتي في الآية ضمير، يأتي في الكلام ضمير، هذا الضمير تتعدد مراجعه، يعني يمكن أن يرجع إلى كذا ويمكن أن يرجع إلى كذا، كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالضمير في قول بيده من المحتمل أن يعود إلى الزوج، ومن المحتمل أن يعود إلى ولي المرأة. فالاختلاف في تعيين وتحديد مرجع الضمير أدى إلى الإجمال في الكلام. أيضا من أسباب الإجمال هو الاختلاف في تقدير المحذوف، الاختلاف في تقدير المحذوف، كقول الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. فهذا يحتمل أن يكون المحذوف هو في، أي ترغبون في أن تنكحوهن، وتكون الرغبة هنا بمعنى الميل، أي تميلون إلى نكاحهن. وإما أن يكون المحذوف هنا هو عن، وترغبون عن أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن، فالرغبة هنا معناها الزهد في الشيء، بمعنى الزهد في الإيه؟ في الشيء. فالاختلاف في تقدير هذا المحذوف، في تقدير الحرف المحذوف، أدى إلى الإجمال في الكلام، وأدى إلى تنوع وتعدد المراد من الآية الشريفة. أيضا من أسباب الإجمال هو مواقع الوقف والابتداء، وعبر عنها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، قال: احتمال العطف والاستئناف، وهو كما مثلنا منذ قليل بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو هنا تحتمل أن تكون للعطف، فيكون الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، فيكون الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدئ القارئ فيقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه بعض أسباب الإجمال، والتي نص عليها الأصوليون، والتي ذكرها أيضا أهل الفقه بالقرآن الكريم. هناك بقية أو هناك بعض الأسباب الأخرى للإجمال، لكن فيها خلاف، ككون غرابة اللفظ تؤدي إلى الإجمال، وغرابة اللفظ تزول بالرجوع إلى كتب اللغة، لكن المجمل لا يزول إجماله، لا يزول إجماله إلا ببيان من الشرع. ولذلك اعترض بعض الأصوليين على عد غرابة اللفظ سببا من أسباب الإجمال. كذلك أيضا مما اعترضوا عليه من الأسباب هو قلب المنقول، قلب المنقول، وأيضا التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر. فكل هذه الأسباب أضرب عنها بعض الأصوليين صفحا واعترض عليها باعتراضات، ولم نطيل في ذكرها. هكذا أخذنا المجمل وعرفنا بعض الأسباب التي أدت إلى هذا الإجمال. والمجمل كما عرفنا ما يحتاج إلى بيان، أو ما يفتقر إلى بيان، لأنه لم تتضح دلالته، لم تتضح دلالته بنفسه، يعني من نفس اللفظ. ولذلك سنأتي للنوع المقابل لنوع المجمل،
وهو المبين. والمبين في اللغة هو المظهر، المظهر الموضح، يعني ظهرت دلالته، ظهرت دلالته إما بنفس اللفظ وإما من طريق إيه؟ من طريق آخر. أما المبين في الاصطلاح، أما المبين في الاصطلاح فهو اللفظ الذي جاء بيانه بنفسه، لفظ جاء بيانه بنفسه أو جاء بيانه من غيره. فالمبين في الاصطلاح نوعان، مبين بنفسه ومبين بغيره. مبين بنفسه يعني من أصل وضع الكلمة في اللغة، عندما تقول سماء، تقول أرض، تقول جبل، هذه الكلمات بينت المراد منها بنفسها، بينت المراد منها بنفسها، لا تحتاج إلى شيء آخر لتعرف ما معنى السماء وما معنى الأرض وما معنى الجبل. وهناك مبين بغيره، وهو ما يفتقر في دلالته على المراد إلى غيره. يبقى إذن المبين نوعان، المبين مبين بنفسه وهو ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه شيء آخر، من غير أن ينضم إليه قول أو فعل، فهذا مبين بنفسه. وهناك مبين بغيره وهو ما افتقر، يعني ما احتاج في إفادة معناه، يعني في بيان المراد منه، إلى غيره، إلى غيره، سواء أكان ذلك الغير قول أو إيه أو فعل، سواء أكان ذلك الغير قول أو إيه أو فعل. عرف إمام الحرمين المبين بقوله: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. من حيز الإشكال يعني الاحتمال، يحتمل أن يدل على كذا ويحتمل أن يكون المراد منه كذا، إلى حيز التجلي أي إلى بيان، إلى بيان المراد منه واضحا جليا. هذا هو المبين. بما يكون البيان؟ بما يقع البيان؟ البيان إما أن يكون من القرآن، بيان المجمل لا يكون إلا من الشرع، وهذه قاعدة أصولية. بما يقع البيان؟ قال: إما من القرآن، وإما من السنة، وإما من قول الصحابي على خلاف سنعرفه بعد قليل. يبقى إذن المجمل في القرآن الكريم يأتي بيانه في القرآن نفسه، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أفضل وأشرف وأحسن طرق التفسير على الإطلاق. يبقى البيان يأتي في القرآن الكريم، وبيان القرآن للقرآن على نوعين، على قسمين: بيان متصل، يعني يأتي البيان متصلا بالمجمل في نفس الآية، وبيان منفصل، يعني يأتي المجمل في آية ويأتي مبين هذا المجمل في آية إيه؟ في آية أخرى. مثال المبين المتصل، مثال المبين المتصل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله من الفجر بين الإجمال، بين وأزال الإشكال والاحتمال في قوله تعالى: من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود. فالخيط الأبيض يحتمل أن يكون المراد منه الحقيقة، وهو الخيط الأبيض العادي المعروف، ويحتمل أن يكون المراد منه معنى مجازي وهو بياض النهار. وكذلك الخيط الأسود يحتمل أن يكون المراد بالخيط الأسود هو الخيط الأسود المعروف لونه أسود، ويحتمل أن يكون المراد منه معنى مجازي وهو الليل. فجاء قوله من الفجر ليرفع هذا الإشكال والاحتمال، وليقول لنا إن المراد من الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود هو بياض النهار وسواد الليل، وسواد الليل. ما القرينة؟ ما البيان؟ ما المبين الذي وضح لنا هذا المراد؟ قول من الفجر، من الفجر، وهذا يسمى بيان متصل. أما البيان المنفصل فمثلا
قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما الكلمات التي تلقاها آدم وقالها منيبا إلى الله تائبا فتاب الله عز وجل عليه؟ جاء البيان في سورة الأعراف، هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات، في سورة البقرة، وبيانها جاء في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا قول الله تعالى: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. لو كان الأمر كذلك يكون إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية انتهى، خرجت من عصمته. لكن قوله تعالى بعد هذه الآية، بعد قوله الطلاق مرتان، جاء قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دل على أن المراد بقول الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي مرتان، الطلاق الرجعي مرتان. ولولا هذه الآية، ولولا مجيء هذه الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لكان الطلاق مرتين فقط. هذا بيان منفصل، هذا بيان القرآن للقرآن، إما متصل وإما منفصل. أما بيان السنة للقرآن فوظيفة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن. قال الله عز وجل له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فوظيفة السنة ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن الكريم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على أنواع أيضا: بيان بالقول كما أزال الإشكال صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور كثيرة سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فسألته: أليس الله يقول: فسوف، أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فوضح لها النبي وبين لها المراد بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال: إنما ذلك العرض. يعني قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المراد بالحساب اليسير هو إيه؟ عرض الأعمال، وليس ثمة مناقشة. ومن بيانه صلى الله عليه وسلم القولي للقرآن الكريم قال الله: وآتوا الزكاة. فوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدار الزكاة فقال: فيما سقت السماء العشر. وهذا بيان لقوله وآتوا الزكاة. هناك بيان فعلي للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لنا: خذوا عني مناسككم. ففعله صلى الله عليه وآله وسلم لمناسك الحج بيان وتفصيل وتوضيح لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا هناك بيان بالقول وبالفعل معا، بيان بالقول والفعل معا، وهذا ما حدث في الصلاة. فبين كيفية الصلاة كما في حديث الرجل الذي أساء في صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: افعل كذا وكذا. وأيضا بيان بالفعل كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بيان الصحابي، هل بيان الصحابي كبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبين للقرآن، وظيفته البيان. فهل الصحابي، بيان الصحابة لما أجمله القرآن، يعتد به أو لا؟ قالوا: ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه فهذا بيان للقرآن نأخذه ونعمل به، كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين، فقال: هذا بيان لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا.
طيب إذا لم يجمع الصحابة، إذا اختلف الصحابة، فهل يكون بيانهم حجة أو لا يكون؟ خلاف، والراجح أنه يكون بيان، أن قولهم يكون بيانا لوجهين. الوجه الأول لأنهم أعرفوا باللسان العربي من غيرهم، هم عرب أقحاح يعرفون لغة العربي جيدا. والسبب الثاني أنهم عاصروا نزول الوحي الشريف وشاهدوا الوقائع والأحداث ورأوا الصحابة أو رأوا بعض الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي مجيبا على أسئلته. هذا هو المجمل والمبين في القرآن الكريم. ومن دلالات الألفاظ أيضا التي يحتاج إليها المفسر حتى يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا ما نتناوله في الموضوع التالي، وهو العام والخاص في القرآن الكريم. العام ضده الخاص، والتعميم ضده التخصيص، والعموم ضده الخصوص. العام في اللغة معناه الشمول، تقول عمهم بالعطاء أي شملهم واحدا واحدا فرضا فرضا وأعطاهم، هذا معنى العموم. أما في الاصطلاح فالعام هو لفظ، العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع إيه؟ بوضع واحد. لفظ، اللفظ هو ما تركب من الحروف الهجائية، وهو جنس في التعريف، لأن التعريف الصحيح يتكون من جنس وفصل، فالجن فقوله لفظ جنس في التعريف يشمل المفرد والمركب والمهمل والمستعمل، يشمل جميع الألفاظ. وقولهم في التعريف يستغرق بمعنى يتناول ما وضع له اللفظ، يتناول ما وضع له اللفظ دفعة واحدة، ما وضع له اللفظ يعني في اللغة، في اللغة جميع ما يصلح له يعني جميع ما يطلق عليه في اللغة بوضع واحد، بوضع واحد. عندما تقول المسلمون، فالمسلمون لفظ المسلمون، المسلمين لفظ عام يطلق على كل مسلم وإيه؟ يطلق على كل مسلم ومسلمة. وهذا التعريف أخرج المطلق، فالمطلق اللفظ المطلق يتناول الحقائق، يتناول الماهية، ولا يتناول الأفراد كالعام. وأخرج أيضا النكرة في سياق الإثبات، فالنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لا تفيد الإيه؟ لا تفيد العموم، لأنها لم تستغرق ما وضعت له دفعة إيه؟ دفعة واحدة، وإنما المطلق والنكرة في سياق الإثبات تتناول وتستغرق ما وضعت له، ما وضعت له على سبيل البدل. عندما قال الله اذبحوا بقرة، هل نذبح كل البقر؟ لا، بقرة واحدة تكفي، بقرة واحدة تكفي. طيب عندما تقول اضرب رجلا، نكرة في سياق الإثبات، اضرب رجلا، تضرب كل الرجال؟ لا، لو ضربت شخصا واحدا، أي شخص ضربته قد حققت المطلوب، ضربت زيدا، ضربت عمرا، ضربت محمدا، ضربت فلانا، أي شخص تضربه. يبقى العام لفظ يتناول جميع ما يصلح له أو ما وضع له في اللغة بوضع بوضع واحد، يعني دفعة واحدة. هناك صيغ تدل على العموم، هناك صيغ تدل على العموم. أولها ما دل على العموم بمادته، يعني هناك بعض الكلمات والألفاظ إذا رأيتها عرفت أن المراد العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وقاطبة. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، يبقى هذه كل هذه تفيد الإيه؟ تفيد العموم. فسجد الملائكة كلهم،
سجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني كل الملائكة، كل فرد من أفراد الملائكة سجدوا وامتثلوا السجود لآدم عليه السلام كلهم وأجمعون. كلهم دل على أن الكل قد سجد، وأجمعون دل على أن السجود كان في وقت إيه؟ في وقت واحد. يبقى ما دل على العموم بمادته، كل، جميع، كافة، عامة، قاطبة. من صيغ العموم المعرف بال الاستغراقية مفردا كان أو مجموعة، المعرف بال الاستغراقية مفردا كان أو إيه أو مجموعة. المفرد إن الإنسان، إن الإنسان، لفظ الإنسان هنا معرف بال الاستغراقية وهو مفرد فيفيد العموم أي كل إنسان. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال، الأطفال هنا جمع معرف بال الاستغراقية فتفيد الإيه؟ فتفيد العموم والشمول. من صيغ العموم أيضا المضاف إلى معرفة، أو المضاف المعرف المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة، لأن احنا عارفين أنواع المعارف ستة: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، والمعرف بأل، والمضاف إلى واحد مما سبق، والمضاف إلى واحد مما سبق. فالمعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو مجموعا يفيد الإيه؟ يفيد العموم. واذكروا نعمة الله، نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله. فنعمة هنا مضاف أضيفت إلى لفظ الجلالة فتفيد كل نعمة، ليست نعمة واحدة وإنما كل النعم. وأيضا فاذكروا آلاء الله، آلاء أي جمع، وأضيفت إلى لفظ الجلالة أيضا فتفيد كل الإيه؟ تفيد كل الآلاء. من صيغ العموم أسماء الشرط: من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل، أسماء الشرط، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني كل الإيه؟ كل أسماء الإيه؟ الشرط. أيضا أسماء الاستفهام: فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين، أسماء الاستفهام تفيد العموم. الأسماء الموصولة: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي قال لوالديه أف لكما، أولئك الذين حق عليهم القول. دل أولئك الذين حق عليهم القول دل على أن المراد بالقول والذي قال لوالديه العموم وليس شخصا واحدا، وليس شخصا واحدا. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام: في سياق النفي وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، دي نكرة في سياق الإيه؟ في سياق النفي. وما أيضا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النكرة في سياق النهي: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة وردت في سياق النهي ولا. طيب النكرة في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد نكرة في سياق الشرط فأفادت أيضا الإيه؟ العموم. النكرة في سياق الاستفهام: هل من خالق غير الله؟ يبقى إذن كل هذه صيغ تدل على العموم. العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام بقي على عمومه كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، بكل صيغة العموم هنا كل، فشيء كل شيء يعلمه الله تعالى، وهذا باق على عموم لم يخصص. والله خلقكم، خلقكم يبقى خلق الجميع.
إن الله لا يظلم الناس شيئا نكرة وردت في سياق النفي وهذا باق على عمومه ولا يظلم ربك أحدا وهكذا. النوع الثاني العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص يعني جاء اللفظ عاما لكن المراد به فرد من أفراد العام، وهذا من في البداية يعني اللفظ من أوله لا يتناول الجميع وإنما يتناول فردا من أفراد هذا العام، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، العقل يقول هناك قائل وهناك مقول له، فلما يقول الذين قال لهم الناس يبقى القائل جميع الناس، القائل جميع الناس يبقى لم يكن هناك مقول له، لكن كلمة الناس في هذه الآية وردت على سبيل وردت على سبيل العموم، الناس لفظ عام لكن من بداية الأمر المراد به إيه؟ المراد به فرد واحد فقط، المراد به فرد واحد فقط. يبقى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وبعدها قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فدل على أن القائل بعض الناس وليس كل الناس مع أن اللفظ ورد عاما. أيضا قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، نادته الملائكة لفظ عام لكن المراد جبريل عليه السلام وحده وهو فرد من أفراد الملائكة، لأننا نعلم أن الموكل بتكليم الرسل وتبليغهم وحي الله تعالى إنما هو جبريل عليه السلام. النوع الثالث العام المخصوص، وهو عام ورد بصيغة العموم وأريد به العموم من أول الأمر لكن بعد ذلك جاء له ما يخصصه، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع محلى بأل، والجمع المحلى بأل كما عرفنا من صيغ العموم، فكل مطلقة تتربص في عدتها ثلاثة قروء، لكن جاءتنا بعد ذلك آيات دلت على تخصيص هذا العام ببعض الأفراد، تخصيص هذا العام ببعض الأفراد. فالمطلقات أنواع، المطلقات أنواع، مطلقة تتربص في عدتها ثلاثة قروء، ومطلقة ليست من ذوات الحيض سواء كانت كبيرة أو صغيرة فتتربص في عدتها بالأشهر، ومطلقة حامل فعدتها بوضع الحمل، ومطلقة لم تعتد أصلا وهي التي طلقت قبل قبل الدخول، وكل ذلك جاء في آيات من القرآن الكريم. ما الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص؟ العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص عمومه غير مراد من أول الأمر، يعني من أول الأمر العموم، عموم الناس، عموم الملائكة فنادته الملائكة ليس مرادا من أول من أول الأمر. يبقى العام المراد به الخصوص عمومه غير مراد لا من جهة اللفظ ولا من جهة ولا من جهة الحكم، لكن من جهة